للإنسان اللي مش قادر. وأنا بكلمكم بيتم النهاردة تنفيذ خطة لمعالجة العشوائيات الخطرة على الأقل ب50,000 وحدة سكنية. بكام؟ أنا مش بتكلم ده عشان أنا عايز أقول للمصري اللي بيقول لي وللمصريين اللي بيقولوا لي إحنا خايفين أو بيقول لي ما تخافش، بقول له لأ، أنت اللي ما تخافش. المشروع الخامس اللي عايز أتكلم معاكم فيه، اتكلموا دلوقتي على مشروع محطات معالجة المية، وقالوا إن إحنا عندنا محطات معالجة تكفي تقريبا ل 20 مليار متر. إحنا بنتكلم في مشروع قومي آخر هيبقى بين 3.6 مليار متر ل 7 مليار متر مكعب مية في السنة. يعني إن عملنا 10 محطات هيبقى 3.6 مليار، هيبقوا 7 مليار. أنا بقول لكم الكلام ده عشان تعرفوا ايه اللي بيتعمل، وانا جمعته باختصار شديد جدا عشان بس احطكم يا مصريين في الصوره واطمنكم. المايه دي بتتعالج معالجه ثلاثيه تخلي المايه زي المايه اللي بتنزل من الحنفيه ويمكن افضل كمان. الكلام ده احنا شغالين بيه بالفعل عشان بلدنا وعشان الناس وعشان الناس البساط اللي هو الكتلة الكبيرة من المصريين احنا بنتكلم عليها. هكلمكم على مشروع تاني، المشروع القومي للكهرباء. المشروع القومي للكهرباء انا بذكره لكم عشان تعرفوا المشروع ده احنا ضعفنا الكهرباء. يعني اللي كان كنا بننتج 26 27 الف ميجا، احنا بنهاية المشروع ده هنكون ضعفنا انتاجنا من الكهرباء. في قد ايه؟ بكام؟ بكام؟ اقول لكم بكام؟ ب 400 مليار جنيه. بكام؟ ب 400 مليار جنيه. احنا بنتكلم على دولة مش بنتكلم على حاجة تانية. الدولة دي عشان تقوم وتقدر تتكلم في مع العالم وتقوم من كبوتها اللي استمرت فترة كبيرة وتعظمت بالأحداث بتوع الأربع سنين اللي فاتوا، كان لابد إن الجهد والعمل والقرار يكون بالمستوى ده. يكون بالمستوى ده احنا بنعمل تقريبا 6 مدن جديدة، وده السابع، المشروع القومي السابع. مدينة في شرق بورسعيد، مدينة في الإسماعيلية الجديدة، مدينة السويس الجديدة، مدينة العالمين الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة الجلالة. بكام؟ بس أنا هقول لكم كلمة واحدة تطمنكم. المدن اللي أنا ذكرتها دي فيها مليار متر أرض. مليار متر أرض. 1,000,000,000 متر. لو المتر بجنيه، آسف، لو المتر بألف جنيه، أنا بتكلم في 1,000,000,000,000 جنيه. أقول تاني، لو المتر بألف جنيه أنا بتكلم في تريليون جنيه. دي الكلام اللي أنا بتكلم فيه ده بدأ وشغالين فيه. إن شاء الله في شهر 8 هنكون بنفتتح مزرعة سمكية على 20,000 فدان في بركة غليون في كفر الشيخ. وخلينا اتكلم، دي انا ذكرت النقطة دي بالذات عشان تعرفوا الفكرة جاية ازاي. احنا كنا اتكلمنا مرة قبل كده
عن مدينة دمياط للأساس. طب أنا النهاردة بعمل ال 25,000 فدان مزارع سمكية بتقنية متقدمة بكل الصناعات المطلوبة ليها. إذا كانت عايزة مصنع علف اتعمل، إذا كانت عايزة مصنع تلج يتعمل، إذا كانت عايزة مصنع فوم يتعمل، كل المطالب لإقامة هذه المزرعة يعني. ثم بعد كده أجي أقول يا شباب اللي عايز تستثمر تعال خد حوض اتنين تلاتة، انت مش هتتعب خالص، مش هتعمل اي اجراء غير انك انت تاخد وتشتغل. العلف اهو، التلج اهو، التعليب اهو، النقل اهو، اشتغل انت بس. يا ترى انا رحمته ولا عذبته؟ يا ترى انا دخلته في البيروقراطية والفساد ولا انهيت البيروقراطية والفساد؟ الكلام ده هيتعمل ان شاء الله في 8 نفتتح المزرعة بتاعت كفر الشيخ، وفي 10 نفتتح المزرعة بتاعت اللي هي موجودة في شارع التفريع على حوالي 25,000 فدان. اللي انا بكلمكم عليه ده تكلفته اجماليها مليار و300 مليار تريليون و300 مليار جنيه. انا ما بخافش، انا ما بخافش. لو خفت ولا حاجه من الكلام اللي انا بتكلم فيه ده تتعمل لا دلوقتي ولا بعد 10 سنين. اللي انا بكلمكم فيه ده لو انا بخاف لا تخلص دلوقتي ولا بعد 10 سنين. الكلام ده كل جنيه فيه، كل جنيه فيه انا كنت موجود معاه عشان اضمن ان هو بيتحط في مكانه السليم. كل جنيه فيه بخلال السنتين اللي فاتوا دول ما سبتش حاجه واحده فيهم. يوم المليار دول او التريليون اسف اللي انا بقول عليهم دول ينزلوا من تريليون و 400 مليار لتريليون و 40 مليار. يا ترى انا كافحت فساد ولا ما كافحتش؟ انا حبيت اقول الكلمتين دول في المناسبه الجميله ديت اللي هي بتدي امل للناس ان في بكره وبكره احسن وافضل. في مشروع قومي اخر انا ما كلمتش فيه ومش هقدر اتكلم فيه. قصة تانية، قصة تانية. الدولة دي لازم تبقى دولة حقيقية. احنا مش في دولة حقيقية، خلي بالكم. طلوا على بلدكم صحيح، دي اشباه دولة مش دولة حقيقية. احنا بنتكلم على دولة قانون، دولة مؤسسات، دولة بتحترم نفسها والعالم بيحترمها. واوعوا تفتكروا ان الكلام ده هيتعمل والناس هتسيبنا. لا، الناس مش هتسيبنا. بقول لكم تاني، الناس مش هتسيبنا. وكل ما هتنجحوا اكتر كل ما اهل الشر هيدوروا على مكايد اكتر وهيعملوا تخطيط اكتر. فخلي بالكم. انا حبيت ارد على الناس البسطاء اللي قابلوني في اسكندريه وقالوا لي لو سمحت، لو سمحت، انا بس عايز اقول لكم على حاجه. انت زعيم العالم كله، انت زعيم
اسمعوا لو سمحتوا. بصوا 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 اسمعوا بس اسمعوا. اسمعوا بس اسمعوا اسمعوا لو سمحتوا. طب اسمعوا بس اسمعوا. تحيا مصر بالناس. اسمعوا بس اسمعوا لو سمحتوا اسمعوا اسمعوا. من فضلكم تحيا مصر بكل اهلها. ولازم نخلي بالنا من النقطه ديت. تحيا مصر بكل اهلها كل اهلها. ولازم نكون كلنا كده كلنا كده. ولو سمحتوا احنا مش لا يمكن ابدا نسمح بالاختلاف بيننا وبين بعض، وانتوا كمان لا تسمحوا بالاختلاف ابدا. مصر هتبقى قويه مش بينا، بيكوا انتوا، بعملكوا انتوا، بوحدتكوا انتوا، باصراركم انتوا، بفهمكم، تبقوا عارفين ايه اللي بيتعمل ليكوا يا مصريين، كل المصريين. انا بشكركم وبشكر كل من ساهم في عمل للبناء وللتعمير في مصر واعطاء امل لكل المصريين. وارجو ان شركه الريف المصري اللي احنا النهارده منتظرين بقالنا 5 شهور اجراءات طرح المشروع 1.5 مليون فدان. عندكم فرصه ان انتم تجيبوا الناس يجوا هنا يشوفوا، ومن خلال اللي احنا شفناه النهارده والاعلان عنه نبتدي نطرح على المستفيدين من المشروع 1.5 مليون فدان، بحيث ان احنا خلال سنه تبقى 1.5 مليون فدان زي كده ان شاء الله. ارجو ان احنا ما نتاخرش اكتر من كده. في الاخر بقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وفي الاخر بقول لكم تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.